يا شباب وين الحشب شاهي؟ وين؟ بيتكم. ابن الكلب المقود زاد علي اليوم. الو مدصيع، تعال انت وش لحقك تبدا المباراة سريع. كم اليوم؟ والله التاريخ اليوم 30. كم اليوم المباراة؟ كم عملوا قوال اليوم؟ عدم بدياش يا صاحي. يا شكله عقام عم يتعامل بلغة الإشارة. أهلان أهلان، الحقوا نورتو ولاد، هيت على المباراة سبد الليل. السلام عليكم. نقع الوردة اليوم، انا شجعت كثيرة. يلا نصدقوه. انجلترا اليوم. مو صنف لك تعمل هذي؟ انا لون القبعة والشميز. سقمان سقم الفن الف. اوكف سقمان سعى اللمبة حق المقاوتة. ترجعها حقنا يا باش اقترب محترم. ها مو شفت انا سريع؟ هيا والله ما ركبي. والله انك تنبش من سير. ابصر راسك مسع منه تقول له ثاني. ها من انا قادة؟ هذا كمل ورا الستارة. عم بصيح الوردة فاتة يا اخي بعيده. ها عيال مباراة بديع. الرحمن الرحيم مشاهدينا الكرام، عجبهم بديع طاري في المواجهة في بطولة كأس العالم، حيث لأول مرة يلعب المنتخب الأرجنتيني مواجهة أمام منتخب كأس العالم. ستشقوا هنجي شفوا التعشيقة السابقة تاريخيا فيها مدخلنا أنا معك بالسخلة كياس صاحب البيت مدال. احنا شحاقة قمحة والله ما قاوة انسان من قاوة هي قوم اخرقوا لهم. ايو احرقهم. اسمع اخر اقمع لا هلا. اوه هذا انا دار من هناك. طوع على متشعبين هذا حقي. هذا شحاسباك مشاهدين قاوعين. وش صيحة الخرعة فوقينا؟ يلا خاطركم اي خدمات يا شباب. لحظة باقي معاك خدمات يا شباب. وين حساب؟ يا شباب حاسبوا انك زعتم. ايه كيف حاسبوا دولار؟ نسع 200 ريال بالشهر الدولار. كيف 200 ريال دولار؟ 200 دولار. دولار. المنتخبين على مستوى منافسات هذه البطولة وفي الظهور الأول
للمنتخب الارجنتيني عبر نادي الشباب. أهدان يا عيال يا صلاح أعيال قهوة ثانية حاسبون. أهدى لك يا ولد عدم زلقش المباراة. أوه على سنين فوقه في دماغ فار فارش لك مبالي. لا البطانية وي لا تغالطوش حاسبون انفصع كل أصحابك يحاسبون. قم فرقهم ما تعرف. الحساب ما هي دي دولاب؟ لا طاولة هذه 100 دولار. دردرو دراس هذه بطاح شوفوا ايه. روح عند الكرمي يا مسطرة واشتغل عندي يا اخي. احمد الله قد يعني قد قابلك 100 دولار وعرف حظي. الحساب الحساب يوم الحساب. يا خلف ايه فقعتنا الله يقلعك. سكوت بتيم ضحك ها ضحك خسر قلوع علينا فريم. الليل حاسب يا اخي ما ابوش بياس دي قمحة انبصى الليل فرق من اصحابك بياس. فرقهم بنفسك ولا خلاص قيد الطمالس دخلنا ما نشا ابوهم. اوه عملت الزبطات يقوم خرجوا كامل. يلا رقم 7 بكل برود وبكل ثقة وبعد الهدف الأول بينما الآن يجلس يحاول يبحث عن يا شباب. هي صلاة أقول حاجة نصلي بعد نقضي المباراة. لا عادوا هدم شوقته عادوا المفصع يبصر المباراة. بسلي المفصع احنا مش نصلي. إذا عاد احنا مش نصليش عاد احنا باخر هجمتين. المفصع بكتين المفصع وين صح. ها امصاعي فرش قاعده نصلي. كيف يا حسام صلي؟ اذا ما ايش وغداك حرام انا اخلعك بالفعل. من علامه الجزاء سجل الان مو معك جالس انجا مراعي لكم تحاسبوا. خلاص يا شباب وينهم اللي جاوا معي؟ اي خرج نزل لك المباراه. اوه الحساب حساب. انا مقمح فرقت حق الشاشة من امي. يرجع حكام معك هنا شنشرب شاي شنحلل امي. هذاكم ما حاسبتهم الله على قلداش. حلل امي لما يشوفنا الشاشة